بدأنا مؤشرات وول ستريت يوم أمس تراجعات على داو والإس أم بي 500 من بعد مكاسب وترحيب بأرقام الوظائف، ولكن في المقابل استمرار لارتفاعات الأسهم التكنولوجية. لنتحدث عن مستويات قياسية جديدة على الناسداك كومبوزيت للجلسة الثانية على التوالي 14 النقطة المئوية. تباين على وول ستريت إذا ألقى بظلاله على التعاملات الآسيوية صباح اليوم، التي بدورها أيضا تتعامل بشكل متباين. في اليابان بعض الارتفاعات على توبكس 16 نقطة المئوية، ولكن شانغهاي كومبوزيت يتراجع بحوالي نصف النقطة المئوية. بالانتقال إلى الأسواق الكورنسيز أو على العملات، نتابع بعض التماسك للدولار أمام اليورو، وعندنا بعض القوة أمام الاسترليني أيضا يضيف 20 نقطة المئوية. بيانات التضخم في الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي للعملات، التي طبعا ستلعب دور رئيسي بتوجه الفيدرالي في اجتماعه المقبل. وهذا هو الموضوع الذي سنناقشه مع ضيفي الذي ينضم إلينا مباشرة من عمان، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. إذن اليوم نتوقع بيانات التضخم التي هي يعني آخر بيانات سيقوم بقراءتها الفيدرالي قبل اجتماعه في نهاية هذا الشهر. ما هي الأرقام المتوقعة للتضخم أولا؟ بشكل كبير من المتوقع أن يظهر التضخم تحسن في وتيرة الارتفاع، وأن يؤكد بشكل أكبر أن التراجع الذي كان في بيانات التضخم أو قراءة التضخم المؤخرة هي تراجعات مؤقتة ومحدودة، وبالتالي ذلك يؤكد أنه إمكانية طبعا بعد القراءة التي كانت يوم الجمعة التي أظهرت ضعف في نمو الأجور، لا يوجد هناك الضرورة المطلوبة لدى الفيدرالي الأمريكي بالتسرع في تشديد السياسة النقدية. التضخم بارتفاعه بالوتيرة المطلوبة، هذا يعني بالوتيرة نفسها، يعني وفق التوقعات اللي هي تقريبا يعني البقاء عند مستويات 1.8% تقريبا، وليس التسارع وخروج التضخم عن السيطرة، هذا الأكثر توقعا. بالتالي ممكن أن يعكس إيجابا على نظرة الفيدرال الأمريكي بعدم التسرع في تشديد السياسة النقدية بعدد مرات أكثر خلال تعاملات هذا العام، وهذا يعني نوعا ما يقلص من قوة الدولار الأمريكي كنتيجة لاحقة. إذن تتوقعون أن يتم الرفع في مارس، ولكن أن تبقى التوقعات للرفع 3 مرات فقط خلال عام 2018، ولكن ذلك يتعارض بعض الشيء مع النظرة الإيجابية التي سمعناها في الاجتماع السابق، وأيضا ما طبعا يعني مع قدوم جيروم باول مع أعطى من الإيجابية الواضحة لأداء الاقتصاد الأمريكي. تماما، جيروم باول كان بشهادته الأخيرة أمام الكونغرس قد أظهر البيانات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي والأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي، وطبعا من المتعارف عليه في حالة الأداء الإيجابي وتحقيق المستهدفات يكون هناك احتواء لهذا التعافي الاقتصادي من خلال رفع تدريجي لأسعار الفائدة. لكن حقيقة الأسواق كانت يعني تخوفاتها في إمكانية أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة بعدد مرات أكثر، بينما جيروم باول كان قد أكد أن النهج من الفيدرال الأمريكي سيبقى مستمر، وكان لدينا المحضر السابق الذي أظهر لا يزال هناك بعض الأفراد داخل الفيدرال الأمريكي المتخوفين من ضعف بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة الإبقاء على السياسة التيسيرية أو نوعا ما عدم التسرع في تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، وهذا بحد ذاته تيسيري نوعا ما في المرحلة الحالية، وبالتالي هذه الضبابية وعدم الوضوح يعني نوعا ما تسبب التقلب الكبير في الأسواق حاليا. ولكن رفع أسعار الفائدة 3 مرات قد لا يعني عودة قوة الدولار الأمريكي، خوف الأسواق هو 4 مرات أو أكثر. استمرار السياسة التيسيرية أيضا في الاتحاد الأوروبي، والآن ما هي القصة التي تحرك اليورو الذي يسجل بعض الضعف في الفترة الأخيرة، يعني يحاول يعني عودة لتسجيل المستويات التي رأيناها بداية هذا العام، ولكن لا يستطيع ذلك فوق مستويات الدولار 25.
الدولار يلعب دور حقيقي في منع اليورو بالارتفاع بالاتجاه الصاعد، ولكن اليورو كان يعني من خلال خطاب المركزي الأوروبي وماريو دراغي تأكيداته أنه يعني بما يتعلق بانتهاء البرنامج خلال التعاملات هذا العام، عدم الرغبة بالتيسير أو عدم الرغبة بالتدخل من قبل المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، حذف هذه العبارة من بيان السياسة النقدية بحد ذاته يعتبر توجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ويعطي يعني يقين أكثر في الأسواق أن البرنامج قد ينتهي في نهاية تعاملات 2018، وبالتالي الاتجاه نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية داخل المركز الأوروبي قد يدعم اليورو بالاتجاه الصاعد. دورة الصعود بالنسبة لليورو قد بدأها، نعم يوجد الضغط بالاتجاه الهابط نتيجة التذبذب العالي اللي نحن عم نشهده على أداء الدولار الأمريكي كمقارنة مع اليورو، لكن بالنظر لليورو أمام نظرائه الأخرى من العملات نلاحظ أنه يحافظ على الارتفاعات، ورأينا عودة يعني اليورو كانت سريعة بالتصحيح بالاتجاه الصاعد نعم. أمام الدولار الأمريكي قبل نظرائه من العملات الأخرى. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.